نبداو بالاسئله. شكون اخواننا بما ان حضرتوا الجلسه بلا تقديم ندوزوا الاسئله مباشره. مساء الخير سي العمده، بخير مزيان الاحوال الطيبه. سؤالي حول لربما ماشي من بين النقاط اللي تطرقتوا لها، لكن ساكنه مدينه طنجه، بما انكم كتمثلوا هذه السكينه هذه، فهذه السكينه اطلقت مؤخرا هاشتاغ كيسلطوا الضوء على الحفر الكثيره اللي متواجده بالمدينه، هذه المدينه اللي غتستضف تظاهرات افريقيه وعالميه. انتما كجامعه طنجه كيفاش تفاعلتوا مع الموضوع؟ واش خصصتوا ميزانيه؟ ويمكننا نعرفوا واش انكم بصدد انكم تخصصوا ميزانيه باش تصلحوا هذه البنيه التحتيه اللي مستقبلا ربما تكون كتبان او لا غتبان عليها اثار اخرى. شكرا. فيما يخص الموضوع ديال الحفار بحال اللي قلت انا قبيلتي في الجلسه، هذا الموضوع اللي هو مؤخرا تسال واحد الشكل كبير بين المواقع وبين السكينه. كاين جوج حوايج، اول حاجه كنعرفوا بان مؤخرا طنجه شهدات واحد السقوط الامطار اللي ماشي عاديه. الحاجه الثانيه كانت كما لاحظتي كاين بعض الاصلاحات داخل المدينه فيما يخص الشبكه ديال الكهرباء ديال الحاجة الاخرى. احنا كجماعه كان عندنا مبرمجين جوج صفقات فيما يخص الصيانه الاحتياليه ديال الطرق. الصفقه اليوم بحال اللي شرت داخل الجلسه انا اللي ما كانت واحد الصفقه اللي تحلات بمبلغ بين 90 مليون درهم اللي غيبدا في الاسبوع المقبل غيبدا صاحب الصفقه الشغال داخل المدينه فيما يخص هاد الصيانه الاعتياديه للطرق. والصفقه الثانيه اللي تحلت في 30 في الشهر واللي تاجلت نظرا لما كانش الملفات المصروفيه جميع الشهور اللي تاجلت 25 يوم اخرى. يعني اليوم بحال اللي كتكون الصفقه الاولى دارت اللي غادي تكون الاشغال ديالها من بعد واحد جوج اسابيع واللي غيبان النتائج ديالها على ارض الواقع. دونك بلا خدمة بان هاد المشكل الحفار راه ما غادي يبقاش يتاح. ولكن واحد اشتغال كبير واحد ما بين المجلس الجماعي وما بين المصالح الميدانية فيما يخص هاد الصيانة ديال الطرق داخل مدينة طنجة. شكرا. مساء الخير سي عمده، مساء الخير جميع الزملاء. السؤال كيتعلق سي عمده، حنا تابعنا الاطوار ديال جلسه اليوم ديال الدوره، كان النقاش يعني الى بغينا نقولوا محتدم حول النقطه المتعلقه بالدعم ديال واحد من الجمعيات المتعلقه يعني بالتعليم فيما يخص دعم واحد مجموعه المؤسسات التعليميه. حنا كنعرفوا القوانين المنظمه للجانب ديال التعليم ولا كذلك القانون المنظم للجامعات الترابيه، شنو هي الاليات وكيفاش تم هذا الدعم وفي ظل مثلا 300 ولا ازيد من 300 جمعيه اخرى في مدينه طنجه يتم اختيار يعني واحد 110، شنو هو السياق اللي تم فيه؟ السؤال الثاني يتعلق فيما يخص هذه النقطة ديال الجمعيات الدراسية، كما شرت في الدورة أن في الجلسة السابقة ديال أكتوبر 2023 تم واحد الاقتراح المتعلق بالإخوة باش تخصيص واحد المقدار مالي فيما يخص الدعم ديال الجمعيات المدرسية. علاش نقطة أين تأجيل؟ بحال اللي كنا بحال اللي لاحظتوا الدورة تأجيل هذه النقطة للدورة المقبلة والإشراك ديال المقاطعات الأربعة وتوسيع الدائرة باش من بعد داك الشيء يتوزع عادي بين جميع جمعيات المدارس، نظرا لان اول مره كانت هذه العمليه ويمكن هاد النوبه هذه بحال اللي لاحظتي عدم المشاركه في اللجان هو اللي خلق هذا الشيء. يعني لو كان اللجان كيشاركوا فيه جميع الاعضاء كان هذا النقاش يكون داخل اللجنه ويمكن كان غيتحل داخل اللجنه ويكونوا اقتراحات ومعطيات جديده اللي غادي تمكننا باش ندوزوا هذه النقطه هذه. ولكن حتى حاجه بعيده، ملي غترجع هاد النقطة تأجلات غيتم الدراسة ديالها بالجديد وغتم الطريقة المنهجية كيفاش غتم المعاملة مع هاد الجمعيات المدرسية كيفاش يتم توزيع المبلغ المالي على حسب الحاجية ديال كل مؤسسة. تحية طيبة السيد الرئيس. أولا لابد أن نحميك على هاد السنة الحميدة اللي دعوتي عليها دائما مرارا وتكرارا، انك كل مره تقدم ندوه صحفيه باش تخاطب الساكنه وتجاوب على الاسئله ديال الصحفيين، وهي سنه حميده يعني لابد ان نحييك عليها ونشيد بهذا القرار.
بالنسبه لسؤالي انا يتعلق بالحكمه الماليه، كان اخر تصريح تقدمتي به بخصوص مهرجان الجاز تكلمتي على ان جماعه قرجه صح صحفي لانها منحت واحد 500 مليون حتى هي كانت من بين المساهمين الى جانب فاعلين اخرين، وباللي هاد 500 مليون عندها واحد عائدات كثيره على مدينه طنجة. اليوم انتهى مهرجان الجاز وصرفت 500 مليون. مبادئ الديمقراطيه التشاركيه تقتضي ان السيد الرئيس يدير لنا واحد كشف الحساب ديال العائلات على المستوى المالي، فين هي الاثار الايجابيه لهذا الامر بالنسبه لمدينه طنجة؟ واش عندكم شي ارقام؟ لان سمعنا شي تصريحات ديال المستشارين الاخرين ولكن كانت غير تصريحات انشائيه ماشي شي ارقام، تصريحات انشائيه ان طنجة شافوها بزاف الناس ودعا على اشعاع ثقافي وما الى ذلك، احنا ما نتكلموش على الاشعاع الثقافي والرمزي، نتكلموا على العائلات الماديه، هذا الشق الاول. الشق الثاني في اطار الحكمه الماليه ايضا هو كاين اللي يتكلم على البرنامج ديال العمل الجماعي، واش تفكر في شي السؤال اللي بالنسبة للموضوع اللي تكلمتي عليه فيما يخص المهرجان ديال الأولى الحفل ديال اليوم العالمي للجاز اللي داخل طنجة، شنو هو التأثير ديالو على المدينة وعلى الساكنة باش رجع هذا اليوم هذا هذا الاحتفال هذا؟ أولا الشيخ الثقافي إعلامي تزويج مدينة طنجة ورجع مدينة طنجة أخبية العالمية، لأن بحال اللي سمعتي راه طايا فوق على جوج مليار و700 المتتبعين ذاك النهار، يعني جوج مليار و700 ثلث سكان العالم اللي شافوا اللي سمعوا قرا مدينة طنجة بدا في هذا الحفل هذا. فيما يخص التأثير المباشر على المدينة والساكنة، الأرقام هما غادي يكونوا على الإحصائيات ما طلبناهم من وزارة السياحة المدنية ديال السياحة. اللي ذكرنا بان تقريبا 100% ديال الفنادق كانت ممنوعه، حنا كنعرفو طنجة عندنا بحسب الاحصائيات 17000 سرير، تصور 17000 سرير مملوك، يعني 17000 زائر كان ذاك النهار في طنجة. الناحية ديال النقل تنقل محطة القطار كان عندها واحد الرواج كثير، أول مرة كيكون القطار مزوج على جوج كيجي الزوار مدينة طنجة، هذا فيما يخص السياحة الداخلية. ما أدراك ما الناس اللي جاو إذا شفنا الحركية كيفاش كانت في المطار ديال طنجة، حركية غير اعتيادية، هادو كاملين عادوا نفع المدينة ماشي كجماعة، ولكن راه عاشوا تما الفنادق، عاشوا المطاعم، عاشوا كذلك شركات كراء السيارات، شركات كراء السيارات علاش ذكروها الإخوان اللي كانوا الإخوان معنا مستشارين عندهم هاد الشركات هادو، وجاو كيقول لك حنايا كلشي كومبليت هذيك السيمانة هادي، يعني ماشي هذيك اليوم هذا. اسبوع راه نجات قبل باسبوع وكانوا لقاءات وبرامج ديال الجاز داخل المدينه اللي تم متتبع التتبع ديالهم، وهذا النشاط اللي كان في مدينه طنجه بحال نقول لكم حنايا طنجه عندها واحد البنيه التحتيه الثقافيه جد جد مهمه، وباقي غنتم بحال شفت العرض باقي كاينه كتزيد فيها، خاصنا نكونوا حنا طنجه تستقبل مثل هذه المهرجانات ومن هذا الأنشطة. سمعكم سيد الرئيس، بداية من عند موقع طنجة. سيد الرئيس قبل قليل السمع خلال الدورة أن نائب ديالكم صرح بأن السيد اللي قام بهذه الشكاية أو بهذا قال بأنه كان غير متطوع، قبل قليل هذا السيد بحد ذاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي صرح بانه ليس بمتطوع وانه هو اللي قام يعني هو اللي عدل هذا البرنامج هذا، واش ممكن توضح لنا السيد الرئيس؟ فيما يخص بحال اللي جا على لسان النائب سعد عادل الطويل اجابه على المدخلات اللي كانت فيما يخص برنامج العمل، وكما صرحنا احنا من قبل بان هذا البرنامج اللي صعب الانجاز ديالو اطر منتخبين ديال الجامعه بشراكه طبعا مع اساتذه جامعيين مستمعين، وكان بالشراكه وكان متطوع، وهذا الشخص اللي قام بهذه الشكايه هذا فرصه كان بلا ما نقول بانه متطوع، لا ما عرفناش لان كان هو اللي جابه هو الاستاذ جامعي، ما عرفناش شنو كان الاتفاق بيناتهم، ولكن حنا كجامعه ما عندنا حتى شي صفقه، لان دابا كاين الشفافيه باش تدير الصفقه راه كاينه منصه ديال الصفقات
كسك تحط فيها ما يمكنش غادي نجي وغادي نخلص واحد السيد بلا صفقه بلا بروتوكول بلا حتى شي حاجه وكل شيء يكون معروف. هنا كنزيد نتاكد بان اتفاقيه الشراكه اللي عندنا مع كليه الحقوق الادب ومؤخرا كليه الادب هم الناس الاساسيين هادو اللي نبداو الرغبه ديالهم باش يتعاونوا معنا ومع الدكتور ديال الجامعه وتحت. اذا كان شي حاجه مع السيد انا بحال اللي سمعتي راه جوب السيد الملك ديالي وكذلك انا اللي توصل بك الشكايات انا مع اول مره كنتفاجئ بها ويمكن يكون عندنا لقاء مع باش يكون توضيح نعرفوا واش كاين شي التباس تما. سيد بندا انا سؤالي حول يعني هالظاهره اللي ولات في طنجه ديال مقاهي الشيشه اللي ولات يعني كتستقطب مجموعه ديال التلاميذ ديال القاصرين ولات تقريبا كتخدم تقريبا 24 ساعه 24 ساعه. انا بغيت زعما نعرف الراي ديال جامعه طنجه واش يعني غادي تاخذوا شي اجراءات بحق يعني هاد المقاهي اللي ولات يعني كتعمر بالقاصرات والقاصرين اللي هما تلاميذ. بالنسبه لعبد هذا المقاهي اول باش نقول لك حنا ماشي الاختصاص ديالنا ما عرفتش ماشي غادي انا كاين واحد القرار اللي كيتصدر يكون واحد القرار اللي كيحدد توقيت العمل ديال المقاهي وكاين واحد السلطه اللي كتراقب هذا القرار هذا وكتراقب هذا المقاهي هذا. فيما يخص واش كيجيو القاصرين تما هذاك الدور راه كاين السلطه اللي مكلفه بهذا الشيء هي اللي كتكون عملية المراقبة وإذا كان شي مخالفات تما راه كتقوم بالدور ديالها. السلام عليكم سي طنطا. شكرا للنقاط اللي طرحتوها خلال اليوم كان الدعم ديال المدارس الدعم ديال الجمعيات الدعم ديال مجموعة ديال المؤسسات الآخرين. ما كنتوش ان مدينه طنجه او سكان مدينه طنجه كيطرحوا شي حاجه اكبر من هذا. دابا الى جينا نشوفوا الدعم هذا بالنسبه للمواطن العادي شنو غيستفد منه مدينه طنجه؟ اول حاجه بحال اللي قالت انشاء صعب على الحفر على البنيه التحتيه على المشاكل ديال الرخص على الطعوغين ديال هذا سيدي داري شنو المشاكل اللي كاينين تما زيد عليها كاين الناس ما ربما ما عندهمش فين يقراو يعني كتلقى بنات مستشار كاين مجموعه ديال المشاكل اللي كتعاني منها مدينه طنجه كاين مشكل الانديه كاين الانارات كاين بزاف ما كنتوش انا لا ربما النقط اللي طرحتو ليها اليوم ما كتهمش المواطن. انا عن نفسي شفت زعما شفت النقاط ديال المدرجه الضوء ما كان المواطن بالنسبه ليهم غتزيدوا ما تنقصوا اللي غيستافد هادشي هذا هو الجهات الاخرى اللي غيقضوا الداعي اللي غادي مستقبلا الانشطه اللي كيديروا هما المواطن شنو. شكرا. فيما يخص الدعم اللي تكلمت عليه مجموعه ديال الجمعيات لا الرياضيه ولا الثقافيه هاد الجمعيات راهما من المواطنين ديال طنجة والدور اللي كيقوموا به راه هو في صميم المواطن. راه ملي كتعطي الدعم واحد الجمعيه رياضيه راه ما كتبداش كدير به راه كتقدر دير به واحد الدار مع الاطفال ديال مدينه طنجة يعني بحال حنا كنديو الدعم للمواطن عن طريق ديك الجمعيه. فيما يخص الجمعيه الثقافيه عندها واحد الدور كبير بحال اللي قلت لكم انا بكلش عندها جمعيات ثقافية وكدير واحد المهرجانات الدورة العاشرة اللي كدير هذا المهرجان راه كدير تنشيط المدينة لصالح من؟ لصالح المواطن ديال مدينة طنجة. شكون اللي كيستافد باش المواطن مدينة طنجة؟ هذا يكون واحد الدعم غير مباشر عن طريق هاد الجمعيات هذا ومن ثم كتخلق بزاف ديال المسائل داخل المدينة. أما فيما يخص اللي كنت قلتي طنجة محتاجة الإشكالية اللي كاينة ديال الحفار والإنارة كاين اعتمادات مخصصه لها راه ماشي كنمشي الدعم على حساب حاجه اخرى. كما كنشوفوش في ارض الواقع بحال اللي تكلم على ارض الواقع راه كاين اعتمادات مخصصه فيما يخص السياده الاعتياديه لا ديال الطرقات ولا الكهرباء ولا ديال المناطق الخضراء هادو كاملين كتبرمجو المبالغ الماليه كل سنه وراه كاين وراه كتشوفو العمل داخل المدينه. السلام عليكم احمد من مواقع طنجه اونلاين. سالت حمدة راج في الدورة على أنه كاين توسعة مثلا ديال المطار وديال بالنسبة لمدينة طنجة هذه استعدادات من كأس إفريقيا وكأس العالم. مهرجان جاز قلتي أنها كان امتلاء ديال الفنادق ديال المطار ديال أنا ترى أن على الجماعة تأخذ برعي الاعتبار هذا الحدث هذا وتشوف الإمكانية ديال مدينة طنجة هي كتستوعب يعني تقدر تستوعب هذا النشاط ديال كأس العالم
يعني ما خصهاش يكون واحد العمل مضاعف بالنسبه للنيابه النواب ديال الرئيس والعمده، بس تكون حركيه تنزل ديك المشاريع اللي عاد قبل كاس العالم، خاص تكون حركيه يعني نلمسوها حنايا كمقصد بعين الشان المحلي وتشرف مدينه طنجه في ان احتضان كاس العالم. السؤال أنا فيما يخص هذا المشاريع اللي تكلمت عليها بدل المشروع ديال توسيعة مطار طنجة، راه كاين مشروع في توسيعة المطار وفي خلق واحد الطرق جديدة للمؤدية للمطار والموحد للمطار، وكاين الوداد اللي تما سيتم التغطية ديالهم. هذا مشروع كبير بزاف، راه إذا شفتو اتفاقية راه فيها شي مليار ديال الدرهم وما أكثر، جماعة طنجة مساهمة ب 13 مليون درهم، يعني مبلغ صعب. هادو مهم المشاريع، مشاريع أخرى كاينة اللي هي عادة تنزل على أرض الواقع، اللي هي كاينة مبرمجة. حنا مؤخرا الاجتماع اللي كان في الوزارة الداخلية فيما يخص استعدادات لكأس العالم ممكن اللي غتحتضن المباريات، هنا عندنا كنعرفو شحال الاحتياجات خاصنا ديال الفنادق، شحال باقي عندنا الخاصات الأسرة، شحال ديال الملاعب اللي غيتنجلو، شنو هما الفنادق اللي كلهم يتبداو. إذا لاحظتي راه إذا دخلنا دابا كنشوفو المشاريع اللي في المدينة واللي في جوار المدينة، راه كاين واحد العدد كبير من الأمة كيتصب في الاستعدادات ديال هاد الموضوع 2030، ماشي 2030، راه حنا مقبلين على كأس إفريقيا 2025، راه تا هو راه كنستعدو. أوكي، باقي شي سؤال آخر؟ شكرا. غير سعادة العمدة، هضرتي على الشق المرتبط بالقطاع الرياضي وكذلك بقية المنشآت استعدادا لكأس إفريقيا المرتقبة بما في 2025-2026، كما ذكرتي حتى المونديال 2030 وهضرتي على مشكلة البنية التحتية. أنا السؤال ديالي غادي يكون متجه حول البنية التحتية المتواجدة الرياضية حاليا، بحكم أنكم كذلك شركاء مع بقية القطاعات، فبالنسبة ديال الاشتغال في المواصلات بالنسبة لملعب طنجة الكبير وكذلك بالنسبة للقرية الرياضية، فهو تقريبا يقدر هاد المنشآت الرياضية تكون مكتملة بحكم أنكم جزء من هاد القطاعات المعنية بالأمر. بالنسبة للملعب كامل والقرية الرياضية المشاريع اللي باقا تطور الإنجاز غتكون موجودة مع كأس إفريقيا، يعني غيكون ملعب واجد. الملعب راه إذا لاحظتوا فيه في اشتغال التوسعة ديالو راه غادا في واحد الوتيرة جد 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 سريعة. بالنسبة للمنشآت الأخرى غيكونوا عندنا ضمانات أنهم في الكأس الإفريقية غادي يكونوا واجدين لاستقبال هاد الحدث. غير نفس السياق، لأن السؤال ديالي كذلك مرتبط بالقرية الرياضية، لأن فريق المدينة الأول يعاني معاناة كبيرة مع الترحال، مع كذلك مشكل مالي بعدم استقبال الجماهير ديالو في الميدان ديالو. واش بالامكان شنو هي الحله اللي تمكن تكون بهذيك الملعب ديال القريه الرياضيه؟ واش يمكن كذلك فريق في المستقبل في الموسم المقبل يستقبل في هذا الميدان هذا الى غايه مثلا الملعب الكبير يكون جاهز 100%؟ طبعا اذا كان واجد في الموسم المقبل يمكن للفريق اتحاد طنجه يستعمل هذا، يستقبل الفرق الاخرى داخل الملعب على حسب جاهزيه ديال الملعب. كشكركم. تخشى أسئلة أخرى؟ لا صافي.